danse et qu'elle met son corps à jour. محمد جمال انا للحقيقه انبسطت بهالبرنامج يعني سكروني ب 72 يعني صراحه إيه؟ استاذ محمد رجعتنا 50 سنه لورا حبيب القلب لك السجاد اللي لابسها انا بتذكرك وانا وكنت طفل انا الي معك طاوله بتصور ربع ليره ربحها منك اي متى بدك تعطيني اياها تذكر كنا نلعب فريبر انا وياك صح وندوبلها ونتربلها اي والله ليش ليش حاطونا بالمحل محل الفليبر انا ما جبنا فيش صح صح يا استاذ برهوم رزق الله انت مش استاذ برهوم لا عبده انت عبده إيه لا ما بعرفه هذا مين عبده ما تاخذني استاذ Alors je sens l'enfer s'ouvrir sous mes pieds. Pierre Chamassian اليوم فاجأت الجمهور بشخصية كازيمودو على المسرح وكانت النتيجة كتير حلوة 3 ياس من لجنة الحكم خبرنا كيف طلعت بالفكرة أنك تكون كازيمودو على المسرح صراحة بسألوا لي عن الغنية عن البال يعني عند اسميرالدا وأنا نقيت ما هن 3 بغنوا الغنية أول مقطع لكازيمودو قلت ليش ما بعمل كاركتير كازيمودو بيعطي هيك لون غير لون للغنية وللمسرح وللجمهور وللبرنامج إنه هيك تغيير والهيئة نجح الكاركتير معي من أسابيع لأسابيع عم يحبك الجمهور أكثر وعم يدعمك أكثر ولجنة الحكم كمان عم بتشوف تقدم وعم بتحبك كمان أكثر شو بتوعدنا للأسابيع المقبلة معقول شو بعد نشوف منك بعد في كتير كاركترات طول بالك ما خلصنا بعد هلا هيدا اذا ضاينت اذا ما طيروني من البرنامج يعني ومش رح اقول شو الكاركتر كاركتر معروف كتير كلهم بيحبوه انتظروا